اليوم مساق بكتاب لفيلم انا كثير حبيته انغرمت فيه واللي هو فيلم لايف اوف باي. الكتاب هو للكاتب يان مارتيل والمخرج كان انجلي اللي الفيلم اللي صدر مؤخرا واللي تم اطلاقه بمهرجان دبي السينمائي الدولي بديسمبر الماضي. فيلم رائع عن جد، انا يعني بنصح كل الاشخاص اللي بعد ما حضروه يحضروه، ما ينتظروا ابدا. في ناس حتى لو حضروا الفيلم بيحبوا يقروا الكتاب والعكس صحيح، ناس كتير بيقولوا حتى لو قرينا الكتاب بدنا نحضر الفيلم لأنه دايما بيكون في أمور بسيطة بتكون مختلفة. فيلم أنجلي لازم واحد يروح يشوفه لأنه القصة كتير حلوة. القصة عن شخص هندي بيكون عم يتنقل أو عم ينتقل من الهند إلى أمريكا وبصير عنده مشاكل عديدة بخلال انتقاله مع عائلته. ما رح أخبركم كتير عن التفاصيل بالقصة لأنه لازم تكتشفوها، في أمور هيك مشابهة لقصة تانية بنعرفها من قبل. إنما خلال انتقاله بهالرحلة بصير عنده مشاكل كتيرة، وأوقات هيك واحد بصير بيفكر هل في أمور فعلا منعيشها أو في أمور بنبتكرها من خيالنا. بينتقل بقارب صغير بعدين مع حيوانات عديدة ومنها نمر بسميه ريتشارد باركر بخلال القصة. بالنسبة للكتاب في كتير هيك أمور بجرب يوصلنا إياها يان مارتيل اللي هو الكاتب بتفاصيل دقيقة جدا، لأنه في كتير أمور هيك مشغولة إذا فينا نقول بحياكة كتير صعبة، لأنه في أمور متعلقة بالخيال، في أمور متعلقة بالحب، بطريقة كيف واحد ممكن يكون مؤمن بأمور يمكن ما بنصدقها أوقات، بس إذا واحد بكبر خياله بكبر عقله وبيشوفها بطريقة مختلفة. الفيلم اللي أنا كتير حبيته، ما شفت الكتاب بس أنا حضرت الفيلم وبنصحكم تقروا الكتاب وتحضروا الفيلم، للمخرج التايواني الأصل الأمريكي أنجلي، مشغول كان بطريقة 3D، بقى فيلم رائع والكتاب كمان كتير حلو، بنصحكم تحضروا الفيلم وتقروا الكتاب Life of Pi. زينا ناطرتنا وأجندة أكيد خبريات عديدة من الحياة الاجتماعية اللبنانية. أجندة بونجور زنزو. بونجور. جاهزة دايما زينة بالأنوقة بالجمال بالأكسسواريز بالخواتم الحلوة، ونفرجينا الخاتم بليز ليمتد إديشن، خمس خواتم بس موجودين في العالم وزينة بالعالم مظبوط ترتدي أحد هذه الخواتم، أحد أشهر الجوائز بالعالم، أشهر الجوائز من الخواتم المشهورة. زينة بونجور. بونجور لك غيدة، بدي أحيي كل المشاهدين اللي عم بيشوفوا أكيد كل عالم صباح أكيد يوميا، خاصة اليوم معي مع أجندة، أكيد أجندة يلي دايما نحن بنكون موجودين بكل مكان بلبنان وكمان بالعالم العربي، بالعالم العربي لنقوم بتغطية يعني أكثر النشاطات والمناسبات يلي عم بتصير. فخلينا مباشرة نبدأ غيدة، وأول خبرين رح يكونوا هن عن معرضين بالأحرى، معرضين رح يكون لنا لقاءات أكثر من خلالهم الأسابيع اللي جاية، وإنما بدي أحكي عنهم لأنهم على يعني لمدى أهميتهم. كان أول امبارح زرنا معرض سامر معداد اللي هو مصور الفوتوغرافي بجاليري مارك هاشم، وسامر معداد ضمن معرضه صور عن أيام بيروت القديمة، عن أيام الحرب كمان، عن جد صور معبرة وعميقة بكل ما في الكلمة من معنى. وطبعا سامر يعني عارض لوحاته بجاليري مارك هاشم، مستمر المعرض لخمسة فبروري، وبيفتح المعرض من الساعة 10 صباحا لغاية الساعة 8 المساء. بحب اقول انه هيك لوحات يمكن ما كثير الناس بيهوا انه يحطوها ببيتهم مثلا، اكثر من انه شركه او بنك او يعني مكان عام او مؤسسه عامه، فانا بدعي كل اللي عندهم هيك هالميول لهيك نوع من اللوحات او بالاحرى للصور الفوتوغرافيه انه يزوروا المعرض، معرض سامر معداد بجاليري مارك هاشم، لتقدروا للحقيقه تشوفوا تتمتعوا اكثر بصور عن بيروت، وايضا فيكم تحصلوا على اي صوره من خلال كمان يعني السعر مش كتير غالي، وإنما كمان تشجيعا لأنه لبنان بيروت يعني بيروت ومين ما بحب بيروت، ست الدنيا أكيد حبيبة قلبي. فرح ننتقل كمان لمعرض امبارح، كنا كمان زرنا معرض، كان امبارح الافتتاح لمعرض كتير مهم لفنانة كتير مهمة وهي إيجات كا
سكالا. افتتح المعرض الساعة 6 المساء بحضور عدد كبير من الشخصيات ببيروت اكزيبيشن سنتر ببيال وسط بيروت، والمعرض هو معرض استعادة للفنانة اللبنانية بإشراف نادين بكداش من جاليري جانين أرباز وبريجيت كالان بنت الفنانة، وبيستمر المعرض لغاية 24 شباط 2013. بدي أقول أنه بيحتفل المعرض بخمسين عام من مسيرة فنية مثمرة وإنتاج ضخم من الرسومات واللوحات والمنحوتات والأزياء. وبدي أذكر أنه يوديت الخوري كالان هي بنت الرئيس بشارة الخوري وهي من مواليد 1931. فكانت موجودة امبارح شخصيا وكنا مبسوطين انه كنا يعني نشوفها ونقابلها، على امل كمان بالايام اللي جاية احد رجالات الاستقلال اكيد. فاذا رح ننتقل هلا ونتابع مع اجندا دائما مشاهدينا، وبننتقل هالمره لقطر او بالاحرى قطر بلبنان. كنا اكيد هم بدنا نحيي كل الشعب القطري، كان بمناسبه اليوم الوطني لتولي مؤسس دوله قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحكم بالبلاد. دعا سعاده سفير دوله قطر بلبنان سعد بن علي المهندي، وانا هون كثير بدي احيي تحيه كثير كبيره لانه كان تابع أجندا وكان عم يبدي اعجابه بالروبورتاج اللي قدمناه. اذا دعا سعاده السفير لحفل استقبال صار بفندق الفينيسيا مثل ما عم نشوف، بحضور عدد كبير من الشخصيات الدبلوماسيه السياسيه والاجتماعيه. نحن عم نشوف هلا هون سعادة السفير يلي عن جد بكن له كل احترام وتقدير، ومنوجه لهم تحية أكيد لدولة قطر ومنهنيهم. ومننتقل هلا لافتتاح هالمرة لافتتاح كلينيك اسمه ليف يونجر بفيردان بلازا 1. بدي اقول هون يعني بدي وجه تحيه لصديقه كمان وسيده جيزال اساطلي اللي هي الاونر لهالكلينيك ليف يونجر. فيك تعرفي من العنوان غيدا انه هيدا الكلينيك جيزال والدكتور رالف عيراني هو اكثر يعني بحاولوا يعالجوا الناس اللي عم بتعاني يمكن من امراض معينه، من قصص نفسيه ممكن جسديه، من خلال الاعشاب والاكل. يعني هون فينا نستغني عن الادويه لان بداله نستبدل الادويه بقصه طريقه المعالجه بالاعشاب اكيد، وانه الواحد يعرف كيف ياكل بطريقه سليمه. إذا بدنا نحييهم. نحن هون عم نشوف مشاهد من حفل الافتتاح، وكان معالي الوزير سليم وردي اللي بوجه له تحية أيضا، وكان في عدد كبير من الشخصيات اللي حبت تجي تشوف يوم الافتتاح وشو بيتضمن بالأحرى كلينيك ليف يونجر اللي موجود بفيردان بلازا 1. دكتور رالف عيراني هون عم بفسر أكثر، يعني بتعرفي فاجأني في اوقات قصص صغيره ما بتتخيليها ممكن تساعدك مثلا بوجع راسك، مثلا في حركه معينه بتعمليها او في شيء يعني كثير عن جد كثير بيساعد. كنا مع هالمشاهد. اذا ننتقل هلا لهيك حفل من نوع اخر، وهو حفل صار بموموز بمطعم موموز باسواق بيروت، وهو لاطلاق دار فارتان للمجوهرات، دار فارتان يلي كمان افتتح باسواق بيروت. حيستعد الشركة المنظمة للإعلان عن افتتاح دار فارتان للمجوهرات من خلال هيدا الحفل اللي صار بالموموز، وكان دعي عليه عدد كبير من السيدات، سيدة المجتمع يلي حبوا كمان يجوا يشوفوا شو بتتضمن المجموعة الجديدة للعام 2013. يعني الحلو انه دائما لبنان وبيروت عم تستقطب اهم واحلى الماركات العالميه واهم المحلات اللي عم يجوا وعم بيكونوا حريصين انه يجوا يكونوا موجودين بلبنان. صحيح مثل العاده دائما. هون عم نشوف المجموعه يلي قدموها من خلال حفل الغداء.
الحقيقة مجموعة رائعة. بكل الأحوال نحن منهنيون ومنقول لهم مبروك، على أمل كمان ننزل أنا وياك نتبضع من عندهم بركة إن شاء الله. إن شاء الله يعني قطع نص الشهر خلاص السنة الجاي إن شاء الله. إذا ربحنا اليوم نصيب أو اللوتو شو رأيك؟ أنا ما بربح، ما بقطع ورقة لأنه بعرف حالي ما بربح. لا ما تكون هيك، أنا دايما عندي أمل بأنه كل مرة ممكن يكون في شيء. يعني لا أنا دايما متفائلة ودايما إيجابية ودايما الأمل عندي كتير كبير، بس أنه إربح يا نصيب أو لوتو انسى الموضوع ما بفكر بس ان شاء الله بتربح ان شاء الله. انا وياك خلص. رح ننتقل هلا لافتتاح مطعم ريبابليك، حيث شهدت الكاسليك افتتاح فرع جديد لمطعم ريبابليك يلي بيتضمن ثلاث طوابق ويلي بيقدم مفهوم جديد بالكامل بيجمع بين الطعام والترفيه. بيشبع من الطعام. ايه بيشبع من الطعام. حيث كان حفل الافتتاح اكيد رائع، هون عم نشوف مشاهد والتنظيم كان لشركه كرومار، وهون بدي احيي صديقتي جيسي مراد. جيسي يلي دائما حريصه كمان انه تدعينا ونكون موجودين بكل المناسبات يلي هن بيقوموا بتنظيمهم. اوكي كان عندنا بعد خبر ولكن رح احتفظ بهذا الخبر والمشاهد للاسبوع الجاي ان شاء الله، وهو كان لمجله سينيه. وانا بشكر كل المشاهدين اللي دائما عم بتابعونا، وبدي اذكركم انه كل اربعة الساعه 11 بالليل بتقعدوا حد التلفزيون برج التلفزيون وبتحضروا برنامج اجندا، لانه عن جد من خلال برنامج اجندا بتتعرفوا على كل شيء عم بيصير بلبنان، وايضا بتتعرفوا على اماكن جديده ممكن كمان انتم تروحوا تزوروها وتستمتعوا من خلالها. اذا واكيد دائماً انه زينه جاهزه انه تروح وتغطي كل هالنشاطات دائما agenda@future.com.lb، وهذا الحلو انه زينه دائما موجوده في كل هذه النشاطات. شكرا لك زنزون. رح نتابع محطاتنا بعد دقائق، بنكون مع الشيف، خليكم معنا.